صباحك سعيد زميلتي مريم، كيف حالك الصبيحه؟ صباح الانوار حبيبه، صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام اللي عم يشاهدوا فينا في هذا الصبيحه. كيف حالك سي مريم؟ والله الحمد لله. صحتك لاباس؟ والله الحمد لله، شكرا نعمه والحمد لله. الحمد لله. خرجتي البارح؟ صراحة لا. لكن تفرجتي من أكيد من خلال الشاشة، أكيد أنا فقد الاحتفالات، يعني هذيك راه 60 لي احتفالات 5 جويلية، وأكيد استمتعنا بكل الاحتفالات التي أقيمت هنا بالجزائر العاصمة وكافة على كافة التراب الوطني، حتى خارج الوطن كانت فيه احتفالات رائعة. الله يبارك ما شاء الله، ربي يبقي يستر على بلادنا الحبيبة. أكيد إن شاء الله. إن شاء الله. وتفاصيل حالة الطقس لهذه الصبيحة؟ عموما يعني حبيبة الشيء المميز هي نسبة الرطوبة التي تبقى عالية على الولايات الساحلية والقرب الساحلية، جوزت يعني 70-80%، يعني والكثير يعني يعاني من هذه نسبة الرطوبة التي تبقى عالية على غالب المناطق الشمالية. حالة السماء عموما نهار اليوم تبقى الأجواء غائمة جزئيا بالنسبة للمدن الساحلية بعد تلاشي ضباب يميز حاليا المناطق الساحلية، أجواء تبقى شبه رعدية مرفوقة بأمطار، هذا على المرتفعات الداخلية، احتمال أن تنتقل ليلا على السواحل الوسطى وحتى الغربية. بالجنوب الجزائري استقرار تام لكل العناصر الجوية، عادة تشكل بعض السحب العابرة بشمال الصحراء ومناطق الجنوب الغربي للوطن، زوابع رملية موسمية فيما يخص الصحراء الوسطى. درجات الحرارة القصوى نهار اليوم ستشهد دائما ارتفاع وخاصة بالمدن الشرقية، 41 درجة بقسنطينة والصيف، 43 درجة كأعلى مقياس بشمال الوطن وبالتحديد بغليزة شلف ومعسكر، 42 درجة ببتنا، 40 فيما يخص تيزي وزو، 39 بقلمة سقراس، 33 بعنابس كيكدا، 31 بالجزائر العاصمة، 30 بوهران مستغانم، 42 درجة بولاية بشار، 43 بغردايه، 44 بالواد بسكرة، 45 درجة بورقلة. على مقياس هذه المرة سيكون بتندوف وأدرار مع 47 درجة وتحت الظل، 46 فيما يخص إن صالح، 36 بطمنرة سجانتي تقال 43 درجة كلما اتجهنا نحو أقصى الجنوب الجزائري. البحر عموما سيبقى إذن قليل الاضطراب، هذا على طول الشريط الساحلي، سرعة الرياح لتقارب إذن 30 كيلومتر في الساعة على السواحل الوسطى، 20 كيلومتر هذا على السواحل الشرقية وحتى الغربية، الرياح ستأتينا وفق التيارات شرقية شمالية شرقية بالنسبة لكل السواحل. هذه أحوال الطقس هنا بالجزائر. خارج الوطن إلى جنوب إفريقيا، الأجواء ستكون ممطرة بأديس أبيبا مع 22 درجة، 24 بنيروبي، الأمطار في الموعد ببانكي مع 29 درجة، أبوجا الأجواء مغشة جزئيا مع 31 درجة، ممطرة بأبيجان مع 22 درجة، مشمسة تماما بالنسبة لكينشاسا ولوساكا مع 31 درجة، بكينشاسا 24 درجة، بلوساكا وفي الأخير كيب تاون الأجواء ستكون مشمسة تماما، درجات الحرارة القصوى لن تتعدى 15 درجة مئوية. غروب الشمس لخص الجزائر العاصمة وضوحها نهار اليوم راح يكون في حدود الساعة 8 مساء و9 دقائق. عناوين مصلحة أرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة. كانت تفاصيل أحوال الطقس المرتقبة لنهار اليوم، أشكركم على المتابعة، العودة ليك حبيبة سيكون مباشرة بعد